والسلام عليكم ورحمة الله. مرحبا في حلقة جديدة من سيتي سكاي لاين. هالحلقة هاي تخصصها نحن حق شو؟ حق القطار. القطار أفا سوري اللودينج هو شوي مرات نص نص. ويلكم تو خلي الجيمنج اجين، وشكرا مرة ثانية لمتابعتكم الحلقة. وانا سويت الشارع الجديد، اللي متابع الحلقة الماضية من الجي بي ار ما كان في شارع جديد، الحين في شارع جديد. الشارع الجديد هذا شو سالفته؟ هذا اللي راح يودي لنا القطار. انتوا ليش تمشوا هني؟ بسط بس لانه في ممر يعني، ولا كيف؟ تستهبلون لحين ما في شيء هني، ما حطيت لكم حتى نقاط. انا ممكن زحمه هناك، شيء زحمه. مديت المنطقه بكيرف وطلعت منها اكستنشن جديد حق المدينه، وجيت للقطار وبحطي ملتي تيرمينال. الملتي تيرمينال كانت اخر مره معانا شوي. انا اكره من حركة تويتر، ابغضها بغض مش طبيعي. بس اهم شيء ما يطلع من الصوب الثاني. لحظة، بغض اكرهها كره مش طبيعي. ابدا ابدا كرهها. مو مشكلة. شوف الحين يجون لفوق يبركنون، غير منطقي بعد. خلنا نحرك القطار نجيب هني حاليا مؤقتا. زين، ونجيب هذا نسوي كله شو نفس الارتفاع تقريبا من تحت. ما سوينا خير صح؟ شي عندي انا خط تحت مترو يطوف، انا نسيت موضوع خط المترو. خلاص مو مشكلة، عاد برضى بالكيرب الصغير. انا مو مشكلة برضى فيه، مجبور ان اخاك لا بطلوه. خلوه بيعدل المنطقة هاي، عطنا البرش مالنا، خلنا نصغر البرش، خلنا نصلح المنطقة هاي. ما عليه مشكلة، في الوسط خله شوي كيربي. اي دونت مايند يعني، هذا اي دونت مايند، خله شوي يكون كيربي. اوكي، اللي بسوي بمد خط بالخط يرزق في الشارع من فوق، يبين لي انا كنت تحت الارض ترى. وهالشيء كريه جدا 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 اكثر ما تخيلون. لحظه، القطار يباله ترتيب. القطار هذا يباله ترتيب، لان هذه المحطه الحين انا بكل حد يروح يرد من وين؟ من الجي بي ار. كل حد لازم يروح يرد من الجي بي ار، مش واحد ولا اثنين، لا كل حد. فالحين اللي بنسوي اول شيء نطلع هاي لفوق، انزين بنجيب هذي فوق. انا نزلت الشارب انجل، لكن بعد الوضع مع الشارب انجل ابا اروم اني اشبكهم في بعض. زين، اذا عيبه مشكلة اني ما اروم يبقى الا بالطرق. انا مش عابتني يعني. لحظة، بيبة سكة شوي. زين، طريقة هاي حلو، ركزوا معي.
هذا صعب بعد. خلينا نمشي فوق. سبيس اوريدي اوكيبايد. الحين لو اجيب خط بالعرض، خلونا نشوف، شوفوا انتوا اجيب خط بالعرض اوكي وامسح هاي. خلينا نجرب الحين اختار، انا ما جربت بما فيه الكفاية اختارات هنا. سبيس اوريدي اوكيبايد زين. اذا نمسح هاي زين ويجيب خط بالعرض على زيرو اوكي. اظن جربناها نفس السلسلة قبل وما نجحت. واجبره انه يسوي سناب بس مش قادر. يجبرني انه شو نشوف. نعم هذا بيكون فيري نايس على فكرة. تو استوى وياي بس هذا قاعد يجبره، لكن ما فيه الكفاية ما يجبره. ترى ممكن عقب نعدل الشارع قدر الامكان، بس اذا هو ما يبي يتعدل هني المصيبة، ولازم الحين يتعدل بينا، لان اذا ما تعدل ما بيتحول لمشكلة. هذا ضبط. اوكي هذا خط اختار شوي كبير، لكن مش مشكلة عادي، اظني بنتحمل روعة المنظر يعني. ابو اي بخط الخطار هذا لوين؟ لخط الخطار اتصور تكون فكرة جيدة. اذا لحظة خلنا شيء نكسر هذا الجزء زين، بعد ما كسر هذا الجزء نجيب خط الخطار وين؟ شوي بيطلع روحي على فكرة، مش شوي وايد.
باي يركب. اوه اذا ركب هني خلاص ما عندي مشكلة برايه، ما نبغى الجزئية، ما عندي مشكلة. انا بمشي جنب الهايوي الصراحة، انا انسان بمشي جنب الهايوي. بيسكن هني مشكلته. شو السالفة؟ ما قاعد يركب ويا عدل. بنلف الخطار من تحت ال صور تحتها الى وين؟ لا هذا الخط دايركت، او ممكن النيبة، ممكن النيبة سيدة بعدين نعدلها اذا احتاجنا. والنيب هذا لين وين؟ نبغى اسوي نفس دوار صغير. ايوه والحين بعد الخط هذا، بس القطار شوي شغلانه بروحه، شغلانه طيبه بعد. انزين الحين خطوط القطار نفسهم، خلينا نجيب كهرباء. الشغله شوي مش على تاخذ وقت، ولازم تشوفونها لان هاي بعدين بتشوفون كيف التوصيلات تبونها عقب، تبون تعرفون كيف استوت. انزين هذا مضحك الهمل. الحين نحن اصلا عندنا زاج، يعني ما عندنا مشكلة. اول خط يا اصدقائي بيكون بينه وبين منو؟ وبين هني استوب الثاني، يرجع مرة ثاني صديقي ما يستوي اصلا. ستوب هني، شو السالفة؟ لحظة، اول لين بينه وبين مثلا هذا، بس يقول غير موصول، يقول لي غير موصول. بس كيف غير موصول؟ هني السؤال. خلنا نشوف. انا ابا هذا توصل في هذا، وهذا توصل في منو؟ في هذا متوصل، يعني مش انه مش متوصل. توصل بس هذا اوريدي وايد مزحم، وايد مزحم. اوف
رجع ريوس. هم انه يدبر نفسه، هذا اهم شيء. ابي يحرك وراه الزحمة اللي هنا. اوكي عندنا تراك. زايد او ممكن الحين انا بشوف وين الخطأ في التوصيل. cannot find path. Cannot find path. بجرب المحطة الثانية. ممكن العيب في المحطة نفسها وانا مش قادر احصل العيب هذا، فشو بسوي؟ لحظة هنحط لنا محطة اصغر واللي ما تحتاج كل هالجهد والعناء. زين هذا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. سوينا الترين الحين. في كهرباء، لو تقولي ما في كهرباء. في كهرباء، مو مشكلة. كهرباء حلك بسيط، جدا بسيط. بس في مشكلة في الدرب هذا أصلا. كانت فايند باث كله. خلنا نشوف ترين ستيشن موصله هني. يتكلم موصل 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 تحت هني. كان المشكلة هني. خلنا نشوف الحين المشكلة من وين. أبغى شيء يكون خط غير مكسور، خط ما بيكون مكسور. إنزين، ما في خط، ما في كسر في الخط. إنزين، لو كسرت هذا ما في كسر في الخط، صح؟ موصول عدل. الحين إذا أنا أجي هني، بعد بيقول لي نو باث على فكرة. بعد بيقول لي نو باث. cannot find path. زين اذا اشل هذا اللينات كلها وخلي لان واحد موصول بس هني، خلي هالتكسير كله الغي. زين واسوي خط واحد من هني لين هني. خلنا نستكشف المشكلة مع بعض. بعد بيقول لي نو باث. ها هذا ستوب، هذا اول ستوب. استوى عادي، طلع من طريقة اللي اوت يعني. دخل هني انه يكون عنده ستوب كافي. زين الحين اذا شليت باث، في باث بين هني
وبين كان نت فايند بلاث اجين. في مشكلة في اللي اوت هني تخليني موصل جنكشن يسوي شو نو باث حقي. فشو بسوي؟ بسوي العملية عكسية. هاي اختار واحد شغل، اختار واحد شغل، بسوي عملية عكسية، بسوي هني لهني بحيث ان التراك يكون عدل، والميدل اخذ دايركت يركب فيه. اوكي اتصور ان الحين في احتمال يقول لي نو باث بعد كان نوت فايند باث. بالضبط انا هذا اللي مش قادر اني افهمه. تصور بطلع هاي فوق الارض من تحت الارض موصول، هاي موصول. اوكي طلع هاي هني. اوكي طلع هذا هني، طلع هذا شر الدوار. خلنا نخلي خط سيدة نشر الدوار. اوكي وبسوي باث غصب. اظن اني خربت باث هذاك بعد. cannot find path again. في عندي مشكلة في الباثنج هني في الـ في الـ في الترينز. احط ترين واحد شغال عندي لكن مش راضي فيه. انا ابغى اشبك هاي غصب، ابغى اشبك هاي غصب. ما في شيء اسمع كيف يعني. cannot find path بس هني بعد cannot find path يعني هذا اللي توصل اتوصل خلاص. مع ذلك we can't فقط اللي توصل. interesting. يمكن سبب الترين هذا ولا سبب هذا، يمكن اغير مكان القطار. شوفوا احاول افكر الحين في حل المشكله. بس شو ممكن تكون المشكله، شو ممكن تكون المشكله؟ وين المشكلة؟ في السيجنالز؟ شكل عادي، معنى شكل عادي يعني. شكلها تدورك شكليا. الحين برضه اختار واحد، على الاقل في حد هنا عن طريق اختار. عندي 65 اوريدي الحمد لله حلوين. بسوي اد وبشوف المشكله، هذا برا البث يعني. هاي المشكله ما بحاول احلها الحين لان مش وقت احل هالمشاكل هاي. برد بوقف باص هني، برجع مرة ثانية هني. بس اذا لغيت هذا شو بيستوي؟
بحاول اروح هناك اعدل الامور. اوكي بعد الامور ونبى ترام المدلة خط الترام هني يوقف عن ترام ستوب قريب بيكون هناك يوقف هني ويرجع وين هني بنحط I don't know whatever how many vehicles بنزيده ترام وهاي المدينة راح تكون populated بحل المشكلة تختار فيما بعد هاي فيما بعد بس هذي اصلا المكان بكبره عندي مش از سنابي از شود بي يمكن المشكلة عندي في هذا بشوف يمكن الكنترول مالي في مشكلة نتوى طلع لي على نفس الشارع مشكلة ثانية يعني على الشارع طلع لي بعد مشكلة توه هذا إشارة هني في ناس بتكون ساكنة ولو هني هني في ناس ساكنة تكون هني بيكون شيء ممتاز ترى على فكرة امتداد الجي بي ار هذا بيكون حلو وايد وين منطقتنا الموعودة هاي نمدها الشارع نمدها من ورا منو المكان هذا الحين هذا نمده هني نمد هذا هني حاطي الاشارة يقول already occupied لحظة let's do it this way من هني الى هني وهذا اشارة رباعية بعد بيكون منطقة جدا هاي منطقة جديدة بتكون مش الهدف منها تكون as easy يعني سهولة بس نقدر نحط عماير نلعب فيها نسوي لها تويك حلو شيء حلو ونحن وايد طفنا وقت الحلقة في القطار انا بتشوف مشكلة في القطار بعدين ما عليكم بحلها الحين عندنا قطار رايح راد امور طيبة ما عليكم بعدين نحل الموضوع هالخربطة هذا كله بشلها لازم بشلها طبعا اكيد ما يستوي خليها انا الحين في ناس تطلع من القطار انا نزلت الكروس ووك مش هني بيكون بيكون مش هني بعد كروس ووك هذا لا قلت لكم لازم مثلا نسوي جيم جديد على اساس كل شيء يشتغل عندي ولا ما بيشتغل ترى كل شيء انا ممكن مش كل شيء ممكن يشتغل ترى اذا نزلناه لازم قبل نبدا جيم جديد ننزل كل شيء واجربه وعقب يشتغل وهذا واحد من الشغلات اللي ندور عليها الحين والحين ما اشتغلت لكن ان شاء الله بتشتغل يعني ما عليكم نسويها سيدي هاي مو مشكلة هل فيها حفرة عادي I don't mind it لا I should mind it actually صراحة لازم I have to mind it اوكي الطريق هاي شوي ممتازة بس في ناس رايحة رد يعني في زحمة اختار واحد شغال يسيب لي زحمة زحمة الهاي واي ولي زحمة الهاي واي اللي عندي عالم كلها تبغى تدخل على المدينة هاي تبغى تيا عالم كلها تبغى تيا هني ها شوف في بنص بس المشكلة في الانيميشن وش مثلا وهذا روحهم شو يسوون نبغى ناس تلعب نبغى ناس شيء نبغى ناس تسوي شيء مثلا هني بعد يتكمل مرة ما حصلت حد يسبح المفروض يكون في حد يسبح هاي المود تكون بالطريقة هاي مرات ما يشتغل انيميشن بالطريقة اللي نحن نتمنى انه يشتغل يعني لحظة شوي تعال انت بالطريقة هاي بس جي جي ناس تروم تدخل باركن على الاقل
خلدرهم ويدخلون باركن. بس مثلا الساعة ينزلون عند باب الفندق يتوكلون. نايس نايس وايد حلو وايد حلو. هل لينا زيادة ساعدنا بعد لينا زيادة هذا وايد اوكي. ترام شغال والله ترام شغال بس ما في شيء نفس الباص والله. والبوت يشيل المترو يشيل بعدنا ما سوينا مترو. المهم هاي الحلقة كانت واللي هو قطار الجي بي ار وبنتم في تعديل القطار وبنحطي مترو وبنعدلهم كلهم. مترو بيكون مكان من الأماكن هذه ويكون المترو سلسلته كبيرة شوي بالنسبة لي أظني. لازم أرتب مترو كامل. بس اللي خل شغال ترين ستيشن يمكن أبدله بعد أركب ترين ستيشن كبير لأن هذا صغير. أحط ترمينال العود دخل فيه 8 خطوط أو 4 خطوط نفس ذاك بيكون وايد فنان. فهذا كان بالنسبة لهالحلقة هاي ونعدل الخبصة. ما عليكم نشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله على خيرة من عيبتكم سلسلة. لا تنسون لايك شير سبسكرايب وشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة.